في إطار دعمه وحرصه واهتمامه المتواصل بشريحة الشباب باعتبارها القوى الكبرى التي تتفاخر بها البلدان في مختلف المجالات، التقى الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام كوكبة من الطلاب الخريجين من مختلف تخصصات كلية خولان الذين جاءوا للسلام عليه وتقديم شهائد الشكر والتقدير عرفانا لجهوده في دعم المسيرة التعليمية والاهتمام بشريحة الشباب في مختلف النواحي التنموية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى دوره في الحفاظ على الوحدة الوطنية وحقن دماء اليمنيين وتجنيب البلاد ويلات الحروب والاقتتال الداخلي. بسمك اللهم يا رب الفلق، أسألك يا صاحب الحبل الوثيق بالنبي والآل وما فاح العبق، تحفظ بأقدارك الشعب العريق والزعيم الفارس اللي يخترق، مانع الإحباط وتفكيره عميق نحو مجد الشعب حلق وانطلق حامل الإخلاص في طول الطريق، باضطراب الموج باضطراب الموج ما يخشى الغرق، دائما يسعى لإنقاذ الغريق، باضطراب الموج ما يخشى الغرق، دائما يسعى لإنقاذ الغريق، القلاقل والمشاكل والقلق ما تهز الشام في الراس الطليق، القلاقل والمشاكل والقلق ما تهز الشامخ الراس الطليق، والغد الآتي على غروب الشفق مع بزوغ الفجر وإشعاع البريق تنتهي سود الليالي والغسق والوطن شامخ على المجتمع. الخريجون أشادوا بالأنموذج الديمقراطي المتميز الذي جسده الزعيم علي عبد الله صالح في تسليم السلطة سلميا وتفويت الفرصة على المتآمرين والانقلابيين الذين حاولوا الوصول إلى سدة الحكم عبر سفك الدماء وأعمال الفوضى والتخريب، وذلك من خلال توقيعه على المبادرة الخليجية. من جانبه هنأ الزعيم علي عبد الله صالح الخريجين والخريجات على تفوقهم العلمي متمنيا أن يلعبوا دورا رائدا في الفترة المقبلة لخدمة الوطن، مؤكدا أن هذا الجيل من الخريجين والخريجات نشأ وترعرع في كنف الوحدة وينبغي عليهم الحفاظ على منجزات ومكتسبات الوحدة وثورتي سبتمبر وأكتوبر القائمة على قيم الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة والحرية والرأي والرأي الآخر.